معروف ان الاسكندرانيه بيحبوا اسكندريه بيحبوش ان هم يعني اكيد بالنسبه لي ان انا اسهل ان انا ابقى موجود في محافظتي بدل ما اضطر ان انا اعمل ريلوكيشن واروح القاهره. فبالنسبه لي هنا طبعا التك سنتر هنا في اسكندريه طبعا وفر كتير عليا. اظن احنا اول تك سنتر يفتح في اسكندريه لحاجه كبيره زي جوميا او اي حاجه من المنافسين ليها، فاظن ده حاجه اوبورتيونتي كويسه حتى للناس اللي عايشه في اسكندريه. انا كنت بادئ مع جوميا من فتره من قبل ما يكون في تك سنتر في اسكندريه، وبعدين قرروا ان هم يفتحوا الفرع بتاع اسكندريه، وانا ساعتها عملت ريلوكيت معاهم من القاهره اسكندريه. لما جيت بقى هنا وبدات المكان، انا كنت تقريبا يعتبر من اول الناس خالص، ما كانش فيه غير 4 5، فانا اشوف المكان بيكبر ده بالنسبه لي كانت حاجه حلوه، ده بالنسبه لي حاجه بسطاني. اتمنى ان احنا ان شاء الله نحقق نجاح في اسكندريه. نسبه ان اسكندريه كان فعلا ليها فاليو، كان فعلا محتاجين ان احنا نفتح تيك سنتر في اسكندريه بالاضافه للتيك سنتر بتاع القاهره. ان شاء الله يبقى في تيك سنترز ثانيه موجوده في مصر، ده هيبين مدى قوه التالنتس الموجوده في مصر عامه.